بالنسبة للحدث هذايا هو جملة من النجاحات اللي قامت بها وحداتنا سواء كان الأمنية أو العسكرية في الميدان، وهذا مش الحدث الأول، هذا معناه تم كشف عديد من المخازن هذه السابق في وقت سابق، تم حجز العديد من المعدات الحربية اللي كانوا ناويين المجموعات هذه معناه يدخلوها لتونس أو ربما يمرروها إلى بعض الدول الأخرى، لكن التكريم في حد ذاته تحدثنا عليه توا لكونه معناها من خلال المجموعة هذه اللي تم تكريمها هو تكريم لكافة أعوان وإطارات الناس اللي تخدم البرة سواء كان من وحدات الحرس الوطني أو الجيش الوطني أو الديوانة أو الأمن الوطني اللي مرابطين على الحدود، مرابطين في المناطق كل سواء كان الحدود الغربية أو الجنوبية. وبإذن الله معناها ما هي إلا رسالة إيجابية من طرف أولادنا للشعب التونسي لكوننا نصوم لا نخدموا في الليل وفي النهار، والنتائج اللي شفتوها وبإذن الله ما زالت النتائج.